بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو جزم الفعل المضارع، فهيا بنا لنتابع درس اليوم. تذكر معي أيها الطالب أن الفعل حسب دلالته الزمنية ثلاثة أقسام، بمعنى أن الفعل قد يأتي ماضيا أو مضارعا أو أمرا. كما نعلم كذلك أن الفعل المضارع فعل معرب يدل عادة على حصول عمل في الزمن الحاضر. كما تعلمنا كذلك أن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، كقولنا نفرح، ألعب، ترسم، يكتب. وبالتالي أيها الطالب، مثل لفعل مضارع مرفوع في جملة مفيدة. قد تجيبني وتقول: يذهب الطالب إلى المدرسة. أين هو الفعل المضارع في هذه الجملة؟ الفعل المضارع في هذه الجملة هو يذهب. الفعل هنا أتى مرفوعا وعلامة رفعه الضمة كما نرى. لماذا أتى الفعل هنا مرفوعا؟ نعم، لأنه لم يسبق بحرف جازم أو ناصب. وبالتالي أيها الطالب، أدخل حرف نصب على الفعل المضارع يذهب، فتصبح الجملة: لن يذهب الطالب إلى المدرسة يوم الأحد. أين هو الفعل المضارع في هذه الجملة؟ الفعل المضارع في هذه الجملة هو يذهب. أتى الفعل المضارع هنا منصوبا. لماذا أتى الفعل هنا منصوبا؟ نعم، لأنه سبق بلن، ولن حرف نصب. إذن الفعل هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن فالفعل المضارع يأتي منصوبا إذا سبق بحرف ناصب. فمتى يجزم الفعل المضارع؟ هيا بنا لنحلل ونناقش أمثلة درسنا. هل كان سعيد يهمل واجبه؟ قد تشاهد الصورة وتقول: لم يهمل سعيد واجبه. لاحظ معي، الفعل في الجملة الأولى أتى مرفوعا، وفي الجملة الثانية أتى مجزوما. أتدري لماذا؟ لاحظ معي، لم يهمل سعيد واجبه. بماذا سبق هنا الفعل؟ الفعل هنا سبق بلم، ولما نوعها من حيث أقسام الكلام؟ لم هي لفظ لا يفيد بمعنى إلا داخل جملة مفيدة. إذا لم هي حرف. بماذا تفيدنا لم؟ لم في هذه الجملة تفيدنا بالنفي، لأنها نفت الإهمال عن سعيد. إذا لم فهي حرف نفي. لاحظ، لما دخلت لم على الفعل المضارع ماذا وقع؟ نعم، جزمته. إذا لم فهي حرف جزم كذلك، كما نرى في آخر الفعل. لم يهمل سعيد واجبه. لم كما رأينا هي الحرف الجازم، والفعل الذي يتبع حرف الجزم يسمى الفعل المضارع المجزوم. يهمل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون. لم يهمل سعيد واجبه. إذن بناء على ما سبق نقول: يهمل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. الآن مع مثال آخر: إنهى هذا السائق عن القيادة بسرعة. قد تجيبني وتقول:
لا تسرع في القيادة. لماذا سبق الفعل هنا؟ الفعل هنا سبق بلا. وما نوع لا من حيث أقسام الكلام؟ لا كما نعلم فهي حرف. لاحظ لما دخلت لا على الفعل جزمته، إذن فهي حرف جزم. وكذلك لا هنا تفيدنا بالنهي، إذن لا هي حرف نهي. نهت السائقة عن السرعة في القيادة، إذن لا هي حرف نهي وجزم كما قلنا. لا تسرع في القيادة، فلا كما رأينا هي الحرف الجازم، والفعل الذي يدفع الحرف الجازم هو الفعل المضارع المجزوم، إذن تسرع فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون. أطلب من اللاعب أن يتقدم بالكرة، قد تجيبني وتقول لتتقدم أيها اللاعب بالكرة. لاحظ معي، لتتقدم أيها اللاعب بالكرة، بماذا سبق الفعل هنا؟ الفعل هنا سبق باللام. وما نوع هذه الكلمة من حيث أقسام الكلام؟ اللام هنا هي حرف. لاحظ لما دخلت اللام على الفعل جزمته، إذن اللام هي حرف جزم، واللام هذه تفيدنا بالأمر، أمر اللاعب أن يتقدم بالكرة، إذن اللام هنا هي لام الأمر. إذن لتتقدم أيها اللاعب بالكرة تتقدم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون. وبناء على ما تقدم من الأمثلة نستنتج القاعدة التالية: يجزم الفعل المضارع إذا سبق بحروف الجزم، وحروف الجزم هي لم، لن ناهية، لام الأمر. كما نستنتج كذلك أن الفعل المضارع يأتي مجزوما وعلامة جزمه السكون، كقولنا لم يكذب، لا تخادع. أما الآن فمع التدريبات، عين الحرف الجازم للفعل المضارع في الجمل التالية: لا تلعب بالسكين. لا كما نعلم هي الحرف الجازم. لتذاكر دروسك باستمرار، الحرف الجازم هنا هو لام الأمر. عين الفعل المضارع المجزوم في الجمل التالية: الفعل المضارع المجزوم هو الفعل الذي يتبع حرف الجزم، إذن أين هو الفعل المضارع المجزوم؟ هنا الفعل المضارع المجزوم هو يلد، وكذلك هناك فعل آخر هو يولد. لا تخلف وعدا أبدا، أين هو الفعل المضارع المجزوم؟ هائل، تخلف هو الفعل المضارع المجزوم. لتبتعد عن أصدقاء السوء، أين هو الفعل المضارع المجزوم في هذه الجملة؟ الفعل المضارع المجزوم في هذه الجملة هو الفعل الذي يلي حرف الجزم، إذن الفعل المضارع المجزوم هو تبتعد. لقد انتهى درس اليوم، شكرا على حسن الانتباه.